لعنة من الرب، صوت الله، عقاب من الله. جلب معه الرعب والموت للملايين، ذبح زوجته وأكل طفليها، قتل 11,000 متنسكة لأن إحداهن رفضت الزواج منه، سحق دولا كبرى وأباد سكانها، وفي النهاية قتله الجنس. أتيلا الهوني لعنة من الرب. ولد أتيلا وشقيقه الأكبر بيريدا لعائلة من طبقة النبلاء الهونيين مطلع القرن الخامس، وكان عمهما الملك الهوني روجيلا. والهون هم من شعوب آسيو أوروبية أصلها من آسيا الوسطى، ويرتبطون بالعرق التركي الذي زحف من آسيا الوسطى لأوروبا. وقد كان الهون مجتمعا بدويا من الرعاة المقاتلين. بيلدا وأخوه كانا مقاتلين شديدين، وعندما توفي الملك روجيلا عام 434 خلفه ابن أخيه في الحكم، واستمرا في الحكم معا عقدا من الزمن، إلى أن قرر أتيلا التخلص من أخيه فقتله وتفرد بالحكم عام 445. وحش في صورة إنسان. كان الهون يتمتعون بسمعة بشعة للغاية، كما كانوا خطيرين من الناحية العسكرية، وقد عرف الهون بهجماتهم الخاطفة المميتة. ففي عام 441 أطلقوا هجوماً على بلدة كونستانتا في رومانيا، فأسروا كل سكان البلدة وذبحوهم في الطرقات وملأوا الشوارع بجثثهم، ثم توجهوا إلى بيليغراد فأهلكوها بأكملها، ولم يستطع أحد إيقافهم، ليضطر إمبراطور الشرق لطلب اتفاقية سلام دفع بموجبها جزية تقدر ب157 كيلوغراماً من الذهب سنوياً كي يوقف غضب أتيلا، الذي لشدة بطشه وجبروته أطلق عليه سيف مارس إله الحرب عند الرومان. وعام 443 شن هجمات في عمق الإمبراطورية الرومانية بجيش قوامه 500,000 مقاتل، كل واحد منهم يملك شجاعة تمكنه من زعزعة دولة بأكملها. فسحق أتيلا كل القوات الرومانية على نهر الدانوب، وتوغل إلى عمق الإمبراطورية نحو مدينة نيس وسيرديسا، فدمرهما وضرب رجاله كل دور العبادة وسلبوها، ودنسوا الأضرحة وذبحوا المدنيين، ليتوجه الرجل المتوحش بعد ذلك إلى أرض البلقان، فدمر جميع مدنها، ثم قاد جيشه واتجه نحو اليونان، فأجهز عليها وذبح جميع سكانها، وفتح ما يزيد على 100 مدينة فيها. لكن الهدف لم يكن الاستيلاء على الأراضي، بل نهب ثروات الأمم وقتل سكانها، إذ لم يكن الهون من معمري الحضارات، بل من مخربيها. وأثناء تلك الحملة ضرب زلزال مدينة القسطنطينية وهدم أسوارها، مما جعلها فرصة جيدة لجيش أتيلا لأخذ المدينة، فحاصرها ولم يهاجمها، بل اكتفى بالمدن التي نهبها ومزقها وذبح سكانها، ليضطر الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني إلى عقد معاهدة سلام جديدة معه، ورفع الضريبة إلى 2,100 رطل من الذهب سنوياً. زوج جبار. كان أتيلا متعدد الزوجات، وكانت الغيرة تشتعل بينهن، وعندما غضبت إحدى زوجاته وتدعى فوترون من زوجته الثانية، دعت أنها رأتها تمارس العلاقة مع عبد من عبيده، فقتلهما سويا، ولما علم أن فوترون خدعته ذبحها وأكل طفليها، لتزيد فعلته هذه سوء سمعته، وليلقبه المتدينون بصوت الله وعقاب السماء. وعام 451 توجه أتيلا إلى غرب أوروبا للمطالبة بما كان يعده حقا له، وكان هدفه وهو في الطريق أن يغزو مملكة القوط الغربيين، فعبر منطقة كولونيا واجتاح مدن ألمانيا ودمرها. وهناك واجه أتيلا امرأة متنسكة تدعى أورسولا، سلبه جمالها فطلب منها الزواج لكنها رفضت، فذبحها مع 11,000 من المتنسكات داخل دور العبادة، وانتقم من المدينة بالذبح والسلب والحرق. وحش تنهيه علاقة جنسية. مذابح هذا الوحش وجرائمه فاقت حدود الخيال،
فأرعب أعداءه وشكل كابوساً لكل المدن الرومانية والإيطالية والألمانية والفرنسية، فقد دمر كل شمال إيطاليا وفتح الإمبراطورية الرومانية العتيدة المترامية الأطراف، ووصلت جحافل الهون إلى مشارف روما. وعند عودته من معاركه وحروبه تزوج فتاة جرمانية بارعة الجمال تدعى إلديكو، وأقيمت لهم مراسم الزواج على طريقة قبائل الهون لتكون تلك الليلة نهاية الوحش، إذ لم يخرج من غرفة عروسه أبداً، ويقال أنه مات بعد إفراطه في الشرب وممارسة الجنس. وأيضاً يقال أن عروسه وضعت له السم في الكأس وقتلت، لا سيما أنها كانت سبية من إحدى حملاته القاسية على بلاد الجرمان. دفن أتيلا سراً على ضفاف النهر داخل 3 توابيت صنعت خصيصاً له من الذهب والفضة والحديد، وبعد إتمام مراسم الدفن ذبح جميع الذين شاركوا بدفنه كي لا يعلم أحد بمكان الضريح الذي ما يزال مجهولاً حتى يومنا هذا. فما رأيك بأتيلا الهوني؟ وهل يستحق لقب لعنة الرب؟